هنختم كلامنا النهارده عن مجموعات المونديال بالحديث كمان عن المجموعتين. امبارح اتكلمنا عن الخامسه والسادسه، هنتكلم عن السابعه والثامنه تحديدا بس بالتفصيل بقى، وطبعا هنتطرق برضو للنادي الاهلي وهنتطرق للمنتخب الوطني. على كل حال كل ده هنتكلم فيه طبعا، وقرعه دوري ابطال افريقيا ايضا مش عايزين ننسى مع الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الفل. منور الدنيا كالعاده، بنسعد بوجود حضرتك معانا. ربنا يكرمك يا استاذ كريم. صباح الفل عليك. ونبتدي على طول بقى ندخل عشان ما نضيعش وقت، لان احنا عندنا تفاصيل كتير تمام. والحقيقه كل اسماء المنتخبات كمان اللي في المجموعتين السبعه والثامنه هم في كل الامانه كل مجموعه لا تخلو من على الاقل وجود اسمين تقال. صحيح. وده الحال في المجموعه السبعه، من ضمن الاسماء الثقيله اللي فيها البرازيل طبعا بطبيعه الحال والكاميرون، ونسبيا اقل يعني اقل نسبيا منهم صربيا وسويسرا. فرؤيتك للمنافسه في المجموعه دي هتكون عامله ازاي، ومين المؤهل للصعود ومين لا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي المجموعه اللي فيها المنتخب المرشح لكل بطوله بصراحه، اي بطوله بيدخل فيها حتى لو وديه. منتخب البرازيل طبعا الرقم القياسي في الفوز بالمونديال 5 مرات، هو المرشح الابرز بصراحه في البطوله دي كلها. يعني اذا كان في مجموعه اسماء مرشحه فيبقى البرازيل رقم واحد. فطبعا المجموعه اكيد يعني على الورق طبعا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، لكن على الورق طبعا البرازيل مرشح لانتزاع المركز الاول بدون شك. في المركز الثاني او هيكون الصراع ما بين صربيا وسويسرا في وجهه نظري فعلا. مش الكاميرون، لا لا الكاميرون اصلا يعني مش مع تصريحات سامويل ايتو رئيس الاتحاد، ما قال لك ان الكاميرون هتفوز باللقب بعد ما تفوز في النهائي على المغرب، ده يعني كلام مع نفسه كده. لكن على ارض الواقع الكلام ده طبعا تهريج يعني، واكيد بيهرج. لكن في المجموعه اكيد المنافسه هتكون ما بين سويسرا وما بين صربيا، يعني المنتخبين اقوياء جدا. انا طبعا برشح سويسرا اكتر، لان سويسرا خرجت مثلا ايطاليا في التصفيات او صعدت في المركز الاول، يعني في التصفيات كانت معاها ايطاليا المنتخب الكبير العريق اللي واخد البطوله دي 4 مرات قبل كده وغاب اخر نسختين. واحده من المفاجات عدم مشاركته طبعاً في النسخه دي. الـ كمان هو في يورو 2021 السنه اللي فاتت مطلع كانت طلعت فرنسا المنتخب العريق والمنتخب الكبير، وارهقت منتخب اسبانيا يمكن خسرت قدامه بضربات الترجيح. في الاول في الاخر منتخب سويسرا منتخب قوي بكل امانه، يعني مع صربيا، صربيا اقل نوعا ما من سويسرا. وياتي طبعا في المركز الاخير بكل امانه منتخب الكاميرون، وان لم لا نتمنى ذلك، لكن دي حقيقه. يعني الفرق رهيب جدا ما بين الكره طبعا الاوروبيه والكره الافريقيه بشكل كبير. يعني الكره الافريقيه ما زالت رغم انها زاخره بالمواهب ومنجم مواهب بتصدر لكل دول العالم، كان في النهايه تبقى قاره فقيره في كل شيء بكل امانه. يعني نروح للمجموعه الثامنه، هنروح ونرجع يعني ما احنا ما خلصناش. المجموعه الثامنه بقى عندنا مين؟ عندنا البرتغال، غانا، اورجواي، وكوريا الجنوبيه. يعني اقوى المجموعه دي يعني البرتغال واورجواي. لا بس البرتغال بتهيألي كفتها برضو ارجح، يعني ارجح قليلا، لان اورجواي منتخب بصراحه قوي، منتخب يعني منتخب بيتارجح ما بين الماضي القديم. يعني اورجواي اول بطل لكاس العالم، خد كاس العالم مرتين في تاريخه لما ما كانش خدها للبرازيل ولا الارجنتين ولا اي حد تاني، يمكن كان هي وايطاليا بس. وخد المرتين كان على حساب عملاقي القاره اللاتينيه ده كان زمان يعني. أيوة الارجنتين والبرازيل، لكن دلوقتي طبعا لويس سواريز ونونيز بالظبط. يعني الفرقه بصراحه كلها قويه، وحتى كان في السنه اللي فاتت عفوا المونديال اللي فات كان في الدور الثاني كانت قابله برضو البرتغال واورجواي، والاورجواي فازت 2-1 كانت مباراه قويه جدا. عشان كده هم بصراحه المرشحين الابرز في المجموعه دي، وياتي طبعا بنسبه اقل شويه المنتخب غانا ومنتخب كوريا. وممكن كوريا يعني عنده افضليه نوعا ما عن غانا بس، لان غانا يعني مهما تقول عليها منتخب قوي او النجوم السوداء، انا بالنسبه لي هم صدموني لما نسوا التيشيرتات بتاعتهم راحوا. هو ايه اللي حصل ده فعلا؟ يعني انا مش يعني ايه اصلا؟ يعني دي ما بتحصل لك يعني ايه؟ دي افريقيا، الاجابه دي افريقيا. لا ان فريق ياخد، لا والله حرام كده. لا والكارثه في حاجه، هم يلعبوا اول مباراه يوم الخميس الجاي. يعني هم سافروا امبارح، الخميس الجاي اللي هو زي بكره، وبيقول لك احتمال التيشيرتات ما تلحقش يعني. طب اللي هو ايه؟ طب ايه بقى؟ اديني عقلك. الاجابه افريقيا، يعني الاجابه هي دي افريقيا. فطبعا صدموني الناس بالعقليات دي، فمستحيل ارشحهم حتى يصعدوا بالمجموعه. في الاخر اخر كام نسخه من كاس العالم، هل حضرتك لامس متغيرات في حجم ومدى قوه منتخبات معينه؟ يعني مثلا انت عندك بقينا نشوف مثلا ايطاليا مش مشاركه معانا في النسخه دي من المونديال، ودي من العجائب الحقيقه. صحيح.
فرق كتير تقيلة طول عمرها تقيلة يعني تاريخيا كلهم أتقل من بعض ما بقوش يعني تحس وكأن الأجيال الأجدد من اللاعبين مش بنفس دسامة اللعيبة الأوائل في المنتخبات بتاعتهم. لا والله هو الحتة لما جينا نتكلم على منتخب إيطاليا تحديدا هتلاقي الكلام ده ماشي هو بيغيب بس هو غيابه أنا مش في وجهة نظري أكنه موجود بس مش مرشح يعني هو لا إيطاليا بتبقى موجودة بتاخد حتى اللقب. لو كان موجود وواصل في تقييم حضرتك إنه لدرجة إن هو مش مرشح دي برضو حاجة غريبة لأن إيطاليا من قديم الأزل من المنتخبات القوية جدا والممتعة في متابعة حمل لقب اليورو الأخير على في السنة اللي فاتت على إنجلترا في إنجلترا بضربات الترجيح في المباراة النهائية يعني منتخب قوي لكن هو خسرته الناس كلها رشحته كان لما لعب الملحق بتاعه كان هو يلعب مقدونيا الشماليه واللي يكسب فيهم هيلعب الكسبان من البرتغال وتركيا فالناس قالت خلاص هو والبرتغال في النهايه هو اللي يكسب والموضوع ففوجئنا ان هو اتغلب في ايطاليا من مقدونيا الشماليه فطبعا يعني هو اللي اهدى التاهل تقريبا للبرتغال يعني فهو منتخب غريب في الحته دي يمكن حتى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي كان قال لك يعني أسوأ شهر في تاريخ ايطاليا هو الشهر ده يعني اتمنى ان هو يعني على امتى ويخلص بالنسبه له لان طبعا ان كون ان ايطاليا تتفرج على كاس العالم لا طبعا ايطاليا اول منتخب في العالم اول منتخب اوروبي حصل على بطوله سنه 34 اول منتخب حصل على البطوله مرتين ورا بعض 34 و38 منتخب عريق على طول يعني طبعا. دائما ابدا منتخب تقيل متواجد في النهائيات حتى لو ما بيكسبش موجود صحيح. مرشح دائم زي المانيا زي اسبانيا زي فرنسا صحيح. زي البرازيل زي الارجنتين غيابه لا مش بس غيابه ده غيابه للمره الثانيه على التوالي يعني 2018 و2022 بصراحة كارثة يعني بالنسبة للمنتخب الإيطالي لكن بشكل عام بتلاقي اللي زود الكلام يعني كلام حضرتك إن بقى فيه مش عارف منتخبات بتظهر وكده اللي هو زيادة عدد البطولة المشاركين أصلا يعني من 24 ل 32 البطولة اللي جاية 48 هو بقى بالنسبة لي لما اتفرج على لما في زيادة دي بقى بالنسبة لي دور المجموعات بقى في وجهة نظري مكمل للتصفيات ما أنت بتلاقي حتى في كرة القدم الأفريقية 16 دلوقتي بقى 24 خلاص بقى كل الناس يعني كلنا بنشارك تقريبا فبقى بتلاقي منتخبات لازم تشارك مدغشقر بقى ما اعرفش مع احترامي طبعا للمنتخبات دي طبعا. فبالتالي بتلاقي خلاص كله بيصفي بقى في الدور الاولاني صف فبالنسبه لي بشوف ان الدور الاول بس هو منطقي بيبقى في عدد كبير من الدول لان احنا في النهايه بنتكلم على كاس العالم كاس العالم طبيعي ان يبقى في دول معينه مش موجوده كاس العالم مقبول لكن هو ما عملوها في بقيه البطولات الثانيه دي صعبه شويه يعني تحديدا افريقيا يعني هو مش وقته الكلام ده لكن افريقيا صعب جدا تلاقي دوله تستحمل 24 فريق بدليل ان لما كانت مرشحه الكاميرون في 2019 قبل البطوله بخمس شهور ما قدرتش اتسحبت وخدتها مصر كوت ديفوار مش جاهزه او مدوها كمان سنه وكل ده في القارة الأفريقية مش هتلاقي غير جنوب أفريقيا المغرب مصر ممكن تونس والجزائر أو الجزائر أكتر شوية والباقي مش هتلاقي مع حدش عنده الملاعب دي كلها يقدر يستوعب 24 منتخب عشان كده دي هتلاقي مش هتلاقي مع احترامي طبعا موزمبيق مش عارف أوغندا هتدخل ترجع تاني للتنظيم المشترك بقى اللي فيه مشاكل شوية في أفريقيا فعشان كده ممكن يبدو مقبولا في كأس العالم لكن في البطولات التانية يعني صعبة شوية تحديدا في بطولة أفريقيا فعشان كده بشكل عام هو الدور المجموعات أنا بشوف إن هو مكمل للتصفيات عشان كده الدور المجموعات ده في الأول أهو شوية تسالي كده الجد بيبدأ بالنسبة لنا من الدور التاني. طيب كلام جميل جدا في غيابات كتيرة قوي المونديال ده يعني منها مثلا لو احنا هنتكلم عن المجموعه بتاعتنا دلوقتي المجموعه دي مثلا لو هنتكلم عن كوريا الجنوبيه سون مثلا احتمال ان هو ما يشاركش عشان الاصابه مثلا فلا في غيابات وفي اصابات على عكس لا هو طبعا الاصابات ضربه البطوله ده في حاجه عام. مش لا مظبوط. ما عشان توقيت البطوله ما توقيت البطوله احنا طبعا عارفين هو كان المفروض شهر 6 بس هل طب خلينا نبدا بالنقطه دي بتشوف ان ده تغيير موعد البطوله لان بطبيعه الحال الجو لا يسمح ان انت تعمله شهر 6 في قطر ممكن يؤثر سلبي على البطوله طبعا. طبعا لان انت اللعيبه هتبقى مضغوطه جدا 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 وهتيجي بعد كده تيجي تلعب بعدها في كمان يعني الدوريات دي هتعاني منها بقى الانديه اللي هي الكبيره زي تحديدا انديه الدوري الانجليزي هم من دلوقتي معترضين اصلا طبعا اذا كان مانشستر سيتي وليفربول هيتقابلوا مفترض في مش عارف كاس الرابطه المفروض ثاني يوم من نهائي المونديال فحتى كان في سخريه من يورجن كلوب وجارديولا لما قال لك انا هلعب باك رايت وهيلعب بقى فيرويد مين اللي هيلعب هو طبعا اللعيبه موجوده لكن مين اللي هيلعب ايوه
في ظل الضغوط دي كلها، يعني المنتخبات دي او الفرق دي عندها كم كبير جدا من اللعيبه موجوده في المنتخبات، فوارد منهم عدد يصل في النهائي، ده طبيعي جدا، او حتى ما وصلش النهائي هيبقى مربع ذهبي، يبقى دور الثمانيه في النهايه في ضغط مباريات، في ضغط مباريات ومسافات بعيده، يرجع من هناك يلعب. فاكيد هي عشان بس القصه طبعا مشكله عشان المناخ في قطر في الوقت طبعا لا يسمح، لكن هي كانت في العادي كانت بتبقى في الصيف العمليه هاديه، ان الدوريات خلصانه بيطلعوا منها اصلا بيكملوا الاجازات او ما ده ممكن يعمل السلبية. مفاجآت بقى يا استاذ محسن، يعني تلاقي هنا ايه ممكن منتخبات اللي هي اهدى شويه في الضغوطات هي اللي تاخد كل الدوريات بتتلعب، يعني مش كل دوريات بتتكلم على اوروبا تحديدا يعني مش بس مش يعني. ممكن الضغط ده يفرق الى حد ما في الاداء، فتلاقي كده في فرص بتتاخد لمنتخبات اخرى حاجات غير متوقعه. هو مش هيأثر على المونديال قد ما هيأثر على ما بعد المونديال، ما بعد ده لسه يعني عايز ملف تاني ده. ما بعد المونديال دي مشكله الناس هتعاني منها فيما بعد المونديال، يعني حتى بعد المونديال لما يرجعوا دورياتهم، يمكن من حسن حظ الفرق اللي هي اتاهلت لدوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج انه هيتلعب في النصف الثاني من فبراير، فعندهم شهرين تقريبا شهرين شويه كده يكون يتسلوا في الدوريات، بعكس طبعا يعني ايه دي قصه برضه لما نيجي نتكلمها، ان احنا عندنا مشكله في بطولات افريقيا اللي هي موازيه طبعا لبطولات اوروبا، عندنا احنا مشاكل بقى، يعني لسه الناس اصلا مش عارفين هيقابلوا مين الانديه، ولا هيلعبوا فين، ولا هيروحوا ولا منين، مش عارفين اي حاجه، والبطولات في اول 10 في اول فبراير، والقرعه هتتعمل منطقيا في يناير، فاللي هو هيبقى فريق مثلا زي النادي الاهلي عنده مثلا بعد 3 اسابيع هيلعب اول مباراه مش عارف هيلعب فين ومين، يعني ممكن مثلا يلعب الزمالك فيبقى عارف انه هيلعب الزمالك، ممكن نرجع مره ثانيه للسيناريو اللي كنا بنعاني منه بالظبط. هو اصدق الاجابه افريقيا، يعني هي الاجابه بالنسبه لي في القصه دي الاجابه افريقيا. طيب في ضوء المعطيات اللي حضرتك عارفها عن المنتخبات المشاركه واللعيبه اللي هيكونوا غايبين واللعيبه اللي هيكونوا حاضرين، ترشح مين الاربع فرق اللي هيوصلوا للمربع الذهبي، ومنها ترشيحك لماتش النهائي هيكون بين مين ومين؟ يعني هو الكلام ده يعني شويه سابق لاوانه، على الاقل نشوف الدور المجموعات، لكن بشكل عام اقدر اقول لك البرازيل، الارجنتين، فرنسا، المانيا، ودول اكثر شويه. الدنمارك؟ دول اكثر شويه. لا الدنمارك لا ممكن فعلا؟ لا ما ده في الاول وفي الاخر ده توقع، لكن ممكن بلجيكا، يعني ممكن نضيف على دول بلجيكا اكثر شويه. اوكي. وممكن انجلترا بنسبه ما، يعني لان بلجيكا عندها جيل ذهبي، الجيل ده لازم يعمل حاجه، يعني الجيل ده مش معقول الكره البلجيكيه ما فيهاش اصلا طول تاريخها ما عندهمش اللعبة. لما بنيجي حتى نتكلم عن احتماليه وجود حصان اسود عاده بيبقى الاجابه بلجيكا، يعني دي رؤيه الكم الاكبر من الناس، وخصوصا ان هم كانوا واخدين مركز ثالث كمان في المشاركه. بالظبط ثالث في المشاركه الاخيره، ولولا انهم قابلوا منتخب زي فرنسا البطل كانوا ممكن يتاهلوا، يعني ايا كان خدوا مركز ثالث في البطوله الاخيره وما حققوش المركز ده يمكن من كاس عالم 86 لما خدوا رابع وكانوا خرجوا في نصف النهائي قدام البطل برضو الارجنتين. انت عندك كرواتيا كانوا مركز ثاني ومع ذلك ما مش بيتقال اسمها كتير عشان ما فيش مش يعني عدد النجوم في بلجيكا اكتر، بتتكلم على لوكاكو، دي بروين، بتتكلم على هازارد، بتتكلم على افضل حارس في العالم، طبعا في مندي في السنغال لكن ده افضل حارس على الاقل اوروبي، كورتوا بتاع ريال مدريد، فهي دي الفكره اللي بتخليها بلجيكا عندها منتخب حلو يعني. صراحه يعني عنده يعني انا شايف ان دي طفره في الكره البلجيكيه، يعني لازم الفريق ده يعمل حاجه، يعني طبعا صعب ياخد كاس عالم بس يبقى يعني يحقق مركز مع كل السكواد اللي قلته ده وبرضه عشان 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 في ناس اكتر خبرات في البرازيل ممكن يصطدم في البرازيل. لا عايز اقول لك بقى كريم ان الناس كتير انت عارف بيبقى في توقعات دايما قبل اي مونديال، بيقول لك كتير توقعات ان البرازيل سوري مش البرازيل الارجنتين و لا الارجنتين والبرتغال، تخيل بقى. لا ده الناس كده هو ده السيناريو رونالدو اللي نفسنا فيه بس لا. ناس كتير متوقعه لا 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 صعب جدا يعني صعب. كريستيانو فيرسز رونالدو لا صعب لان هم الكلام ده كان ممكن من 8 سنين بس ايه اللي حصل هتبقى ماتش هيبقى تاريخ هيبقى يعني هتبقى في مباراه جانبيه موازيه بينهم يعني. هما الاثنين يعني لما كان بيتقابل لما كان الاثنين في الريال والبارسا كان الصحف بتطلع تقول لك رونالدو يتعادل مع ميسي طبعا مش برشلونه وريال مدريد، لكن طبعا عنصر عامل السن الجري كتير في اوروبا واللياقه البدنيه طبعا ما عادش سن في كره القدم صعب قوي، بتتكلم في ثلاثينات تقول لك عامل السن حسنا انا بتكلم على ثمانينات مش ثلاثينات ده اواخر الثلاثينات 37 يعني برضه مش كبير 37 يعني ميسي يمكن اصغر 35 بس لكن حتى لو اللاعب عنده 40 سنه مثلا بس هو لاعب فذ استثنائي مجرد وجوده في الفريق هو رمانه ميزان مع منتخب مع مجموعه لاعيبه تشيله يعني تسنده بلاش تشيله تسنده، لكن ميسي كان يقدر يشيل فرقه من 8 سنين دلوقتي لازم يبقى هو من 8 سنين كان فرقه لوحده اصلا بالظبط، لكن مثلا خطا رونالدو لما جينا لو هنيجي للحديث عنده ان هو كان موجود في فريق يعني يشيل اي حد راح لليوفنتوس هو اللي عايز يشيل اليوفنتوس بعدين راح نزل اكتر لليونايتد اللي محتاج
50 واحد يشيلوه مش طبعا. واحد بقى فبالتالي هبط، ما هو مش هيقدر، السن ليه حكم، وبيلعب عنده 37 سنه وجنبه انتوني مش عارف 22 ولا يعني تقريبا بعد مسيره استثنائيه زي بتاعه ميسي ورونالدو فكره قرار الاعتزال ما بيجيش بالسهل يعني بس هي سنه الحياه الكرويه ده في يعني شئنا ما بينا يعني ده هيحصل هيحصل الا ابراهيموفيتش طلعه من السنه دي ابراهيموفيتش مكمل شكله فور ايفر يعني لا فور ايفر بس هو ما بيشاركش كتير يعني راجل بيثير الجدل اما كان بتصريحات او باهداف غريبه او بلا كمان انا بحبه والله جدا الناس اللي بتحبه يعني هو لذيذ بصراحه يعني عنده خصوصيه شديده وكاريزما استثنائيه رخمه لا هو لذيذ يعني يعني بصراحه ما حدش يكره ابراهيموفيتش يعني حتى لما يخش في خناقات مع حد ولا بتاع كان في خناقه بينه وبين لوكاكو وما في الانتر والميلان في درب الغضب كان يعني حاجه كانت الناس تلقتها بشكل لذيذ رغم ان هم كارت احمر وحاجات كده لكن هو دي عوايد واحد زي ابراهيموفيتش بصراحه. بمناسبه الخلافات كان في حاجه معروضه فيديو امبارح وبيقول لك سافيو هو بيسلم على كريستيانو رونالدو وكانوا بيسلموا بطريقه بارده، هل الفيديو ده حقيقي للناس مش فاهمه لحد دلوقتي هل السلام ده كان بارد حقيقي؟ الفيديو ليه تكمله؟ الفيديو ليه تكمله كان هو بيعنفه عشان هو كان اجريسيف شويه في التدريبات كان عنيف كان فرناندو قصدي وكريستيانو ايه بقى لا هو واضح انه يعني الناس اقتطعت الفيديو او في البعض اقتطع الفيديو شفت الفيديو وفي الاخر هو كان متعصب شويه كان يعني بيهديه بس لكن أوكي. انا يعني ناس قالت لك ده هزار ناس قالت لا ده هو الفيديو اللي مقصوص يبان ان هو في مشكله ومش لكن لما حد شفت حد كان جاب الفيديو كامل قال لك لا عشان بس ما حدش يعيد عن اختصاص الفيديو هو كان متعصب شويه في الفيديو ادي اللي بناخده من السوشيال ميديا تخيل ده العادي وياخد ربع جمله ونص فيديو وحاجات زي كده وتلاقي جدل يعني. كانت الدنيا زمان اهدى من كده بكتير ايام ما كان في صحافه رياضيه وصحافه رياضيه فقط لا غير بالظبط وكان كل اللي بيكتبوا فيها كلهم اسماء اتقل طبعا طبعا يعني ما اعرفش يعني تحس من ضمن المستجدات السوشيال ميديا افسدت كتير من الامور في عالم الرياضه والفلوس الى حد كبير افسدت كتير من متعه كره القدم بالظبط يعني يعني السوشيال ميديا صنعت لنا حاجه اسمها الترند للاسف الترند هي اللي غطت بقى على الكل دلوقتي بقى النهارده ويا ريت ترندات عدله ما هو بالظبط يعني مع احترامي يعني بس انا كل ما افتح الفيس الاقي عامل مش عارف الكشري راح مش عارف طب انا مع احترامي للراجل يعني انا مالي ما اتقبض عليه بقى خلاص وحتى لو اتقبض عليه امبارح 100,000 موقع كاتبه طب احنا مالنا يعني الاهواء اتغيرت والاهواء اتغيرت فبالتالي الاذواق اتغيرت بالظبط إيه يعني ايه اللي حصل في رايك؟ لا انا السوشيال ميديا خلاص هي بتدور على يعني الفضايح يعني هي مش بس كده يا مسيو هي عملت مشكله اكبر هي خلت الناس تافهه يعني بعض الناس طبعا بعض الناس بقت تعمل اي هبل علشان تطلع تبقى يعني مش معقول يا جماعه يا ريت بعض يا هوا والله يا ريت بعض الناس عارفه لو بعض اقول لك ماشي يعني لا هو بعض طبعا ما ينفعش يعني بس شاب صار مش عارف عريس الاسماعيليه طب احنا مالنا يعني احنا مالنا يعني احنا مالنا اتخانق مع زوجته ولا ربنا يصلح الحال احنا مالنا اصل راح اصل مش عارف مرافع شاهد بالصور وشاهد ليه بالصور يعني اساسا واقرا ليه اصلا يعني فهو الترند كده وللاسف هو اتنقل برضه دي الخناقه الشهيره اهي لا دي ده السلام اللي كان في غرفه الملابس لكن كان برونو ورونالدو بالظبط يلا عدت على خير مش مشكله لا عدت ما فيش مشكله كلها امور بسيطه الحاجه الاكيده ان كريستيانو رونالدو هيولع الدنيا في اي ماتش هيشارك فيه هو اصلا لاثبات كثير من الامور هو ما عادش عنده حاجه الا دي طبعا عشان اجيب لك وهو بيستعد لده بقاله فتره حتى في تصريحاته هو ما عنده يعني انا لو مكانه يبذل جهد مضاعف جدا لانه ما عندوش حاجه هو خلاص هو خد قرار خاطئ من كام سنه لما ساب ريال مدريد وراح لليوفنتوس وكمل الخطا لما ساب اليوفنتوس وراح مانشستر يونايتد وحسبها بالقلب مش بالعقل يعني هو لما كان راجع على الدوري الانجليزي كان عنده عرض من السيتي كان يقدر يروح ده طبعا صعب شويه لانه يعني كان احد نجوم اليونايتد واليونايتد ما بتعرف بقى الخلاف ما بينه يعني الكراهيه ما بين السيتي واليونايتد فكان صعب يروح السيتي فاليكس فيرجسون قال له مستحيل تروح السيتي فرجع طبعا خدها بالقلب فراح اليونايتد لكن في النهايه ما نفعوش في حاجه اليونايتد خد المركز السادس ما خدش بطوله ما شاركش حتى في دوري ابطال اوروبا اللي هي كانت بالنسبه الامل لرونالدو في البطوله دي يكمل اي اهداف عشان هو صعب حد يحصله لكن هو كان 100 كان
140 هدف زي ما هو. ميسي بطولة بكام دوري ابطال؟ دوري ابطال اوروبا الهداف التاريخي ليها. ميسي قرب منه ما اعرفش 125 او حاجه زي كده او 127 مش متذكر، قرب منه انه يسجل في دور المجموعات. كان امله الوحيد لرونالدو دور المجموعات، لدور المجموعات انت ضامن تلعب 6 ماتشات واغلبهم مع فرق بيبقى فريق قوي معاك وبقيه الفرق تقدر تسجل فيهم 3 و4. عايز يبعد بالفرق، عايز يبعد حتى لو اتنقل في يناير لفريق حتى مشارك في دور ابطال اوروبا. ده لو افترضنا ان ده هيحصل يعني مش ما قداموش اصلا غير ماتشين يعني، وماتشين صعبين جدا لان دور بقى الثمانيه وبتاع صعب شويه. فاعتقد ان هو قرار خاطئ بيدفع ثمنه، بيدفع ثمنه النهارده في انديه مش عايزاه، لان في النهايه ده حكم السن، ما حدش هيشتري لاعب رقم كبير حتى لو كان رونالدو عنده 37 سنه او 38 سنه، بقى الموضوع مش هينفع كده. كله بيدور على الشباب الصغير لان هي كره القدم كده. فهو بيدفع ثمن ده، ما عندوش غير المونديال اخر امل لرونالدو ان هو لو حب يعمل حاجه، لو قادر يعمل حاجه يعمل في المونديال، غير كده مفيش. هنبان شهر واحد هنعرف بجد كمان تحديدا. في الاول فاكر احنا مستمتعين يعني رونالدو بقى ميسي ايه بقى. كان مستمتعين بحاجه زي كده. طيب استاذ محسن هنروح دلوقتي نشوف فيديو جراف مخصوص للمجموعه السبعه، بعدين نطلع فاصل، وبعد ما نرجع هنتكلم بقى بالتفصيل عن هذه المجموعه، ولسه عندنا اكيد كلام وتفاصيل كتيره جدا تهم حضراتكم. خلينا نكون معانا معلومات مهمه برضو كده الواحد، احنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا ده تغطيه تبقى يعني يوميه على قناه الاهلي طبعا والمونديال، مش بس الثاني في برنامج 10 الصبح في الاهلي، بس كمان نتكلم عن القيمه السوقيه بتالي برضو بتفرق بشكل كبير. وفكره هنا هل دي بتفرق قوي كمان في فكره التوقعات؟ يعني ممكن مثلا تقول منتخب الحجم او التسويق بتاعه القيمه السوقيه بتاعته عاليه، ده ممكن يبقى يعني فرصته اعلى، ولا الموضوع ما بيفرقش قوي على قد ما بيفرق برضو عدد المرات اللي شارك فيها، عدد المرات اللي اتاهل فيها؟ لا اكيد القيمه التسويقيه، لان القيمه التسويقيه هي ترجمه قيمه اللعيبه نفسها. لما تلاقي مثلا منتخب البرازيل هو الاعلى قيمه تسويقيه بين كل المنتخبات بمليار و130 مليون يورو، طب ده معناه ان هو عنده افضل لعيبه بالظبط. طب ما بي اس جي كان عنده افضل لعيبه وما حققش افضل نتائج. لا دي قصه ثانيه، ده قصه ثانيه يعني، دي قصه ثانيه. الدور الفرنسي اصلا ما فيهوش يعني منافسة. انت بتشوف ده مرتبط بده الى حد كبير. دي كمان لعيبه يعني المنتخب البرازيل بالنسبه له لو وصل النهائي وخسر بيبقى فشل. يعني هي بتفرق هنا، لكن ده منتخب مرشح لازم ياخد البطوله، اذا وصل للنهائي وخسر فشل، في حين بقيه المنتخبات الثانيه اذا خسر في النهائي او اغلبهم يعني بيبقى انجاز ووصيف البطوله وثالث العالم ورابع العالم ووصل لدور الثمانيه، كل دي انجازات. لكن عند منتخب زي البرازيل، عند منتخب زي المانيا، ممكن فرنسا، المنتخبات دي بقى البطوله بالنسبه لها انها تفوز، غير كده بيعتبر اخفق يعني. لو فيما لو البرازيل وصلت النهائي وخسرت يبقى المنتخب البرازيلي اخفق في البطوله. طب احنا من شويه كنا بنتكلم وجات سيره بلجيكا وعايز اروح ولو بشكل مؤقت، هنطلع بحضرتك بره المونديال واكلمك شويه على اللقاء الودي بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا. بالنسبه لبلجيكا المكاسب معروفه ومفهومه، فكره انه بيلعب فريق افريقي لان هو عنده كاس العالم مع هيلاعب فريق المغرب وعايز حاجه في نفس المدرسه من نفس المنطقه دي من العالم. فده الصوره واضحه بالنسبه لبلجيكا. هل احنا لينا مكاسب؟ اكيد طبعا، لان النهارده صعب الحكم على روي فيتوريا من ساعه ما تولى المهمه، لانه لاعب نيجر وليبيريا، حتى لو كسب ثلاثة ولا ثلاثة وبصلاح أو من غير صلاح، ده مش مقياس إن أنا أقدر أحكم عليه إن أنا فريق قوي، لكن ده مقياس إن أنا وريني هتقدر تتعامل إزاي مع منتخب بقى صف أول. بلجيكا من المنتخبات القوية، يمكن تصنيف ثاني أو ثالث مش متذكر، على مستوى العالم داخل برضو، كنا لسه بنتكلم إنه جيل ذهبي داخل ينافس على البطولة أو يصل لأبعد لحظة ممكنة. اكيد هو عايز يستفيد طبعا، عشان زي ما حضرتك ذكرت، عشان معاه منتخب المغرب في البطوله، افريقي وعربي ونفس المدرسه تقريبا، شمال افريقيا مصر والمغرب. لكن انت مكاسبك بيها، لا انت لازم توري نفسك يعني، انت ما صعدتش مونديال، مش وقت تجريب قوي لعيبه، لكن انا بشوف ان انت المباراه دي مش بس منقوله بالنسبه في بلجيكا وفي مصر او حتى مقامه في الكويت للاخوه، عفوا الجاليه المصريه هناك، لا ده القناه المغربيه شاريه حقوق المباراه وهتذيعها بتعليق مغربي لان ده يهمهم جدا. فانت النهارده عبر عن نفسك بشكل كويس يعني، انت الناس كلها دايما بتحط صلاح غاب عن البطوله، صلاح عشان الابرز يعني، لكن منتخب مصر كان يستحق، لسه كان رابح مجر اسطوره الكره الجزائريه بالامس قال يعني المنتخب الجزائري خسر بالعدم التواجد، ومنتخب مصر كان يستحق انه يكون متواجد. انت إيه برهن على ده بكره يعني، عفوا يوم الجمعه، برهن على ده، ادينا احساس ان احنا كلنا زعلانين ان منتخب مصر مش موجود في مونديال اقيم في دول اول مونديال وربما الاخير انه يكون في دول عربيه. ليه بس؟
لا صعب قوي استاذ محسن قافش على افريقيا وعلى الدول العربيه، لان الجدل اللي حصل على على على, على كاس العالم من ساعه يعني المونديال ده تحديدا، ما فيش مونديال طوال التاريخ ال 22 مونديال بما فيهم ده حدش حصل عليه جدل بالشكل ده. يعني الناس مستكتره، او اوروبا تحديدا بالعنصريه والعنجهيه بتاعتها مستكتره. لا بس هم لا يتحدثوا عن النقطه دي كده، هم بيتكلموا عشان ضغوطات المباريات، ما حدش اتكلم على ان هي دوله عربيه. استاذ محسن برضه خليني اقول لحضرتك، مش هقولوا دوله عربيه، لا بس هم حقهم لو موضوع الماتشات ده حقهم، لان فعلا في ضغوطات. لا مش بتكلم عن الماتشات، الماتشات ما فيهاش. ما دي دي الصحافه اللي تحدثت كده، التصريحات اللي كانت من المنتخبات المختلفه. ابتدى الجدل وقت قرار بتاع انشاء مجموعه من الاستادات، واللي كان بيتقال وقتها ان العماله الوافده من دول كتيره. لا هي الانتقاد الوحيد اللي انا قريته او تابعته كان اللي هو بغض النظر عن الضغوطات، اللي هي العادات والتقاليد اللي هي فرضتها قطر، هي دي نالت شويه بعض منتخب الدنمارك كان عايز ينزل يطمس الشعار بتاعه تضامنا مع العمال. انت هتضحك علينا، ما انتوا عندكم مشاكل مع العمال. منتخب انجلترا يقول لك مش هنقعد في فندق كذا اصله على دماء العمال. انت اي تقريب مال ده ومال الكوره؟ مع كل بلد فيها وفيها لو افترضنا. يعني برضه خلي بالك، يعني حتى دي النقطه اللي هو انت كانت بتتكلم فيها، فكره ان برضه يعني بقى في يعني جماعات ذات ميول وطبيعه خاصه جدا. ايوه ايوه، ابتدى برضه يبقى في كلام كتير في الفتره الاخيره. بالظبط، المثليه الجنسيه. ما هو دايما هتفرض عليا، انت حر، انت اعترف بالكلام ده. يعني مش موضوعنا بقى. لا ما انا بقول لحضرتك اصل ما هو بالظبط، خلينا في الكوره. طب ليه مثلا ان منتخب معرفش مين هيلبس، بولندا هيلبس شارت اوكرانيا؟ طب انت هنا خلطت بين السياسه وبين ده تشتيت للعالم، ملاش علاقه. سيبك بقى من قطر او اي دوله عربيه، ده تشتيت في العالم، ثقافات العنجهيه الاوروبيه مستكتره علينا ان احنا نفهم. فعلا ايوه انا بقول لحضرتك، هي اصل هي كذا حاجه مش حاجه واحده. فهو المونديال عشان كده ده يعني ده اذا كان طلع بلاتر اللي هو ادى او كان موجود في عهده اللي رفع ان قطر كده طلع قال لك خطا وما كان يجب، بس ده برضو كان بيزد على الضغوطات اللي تعرض ليها من تصريحات خاصه بالمنتخبات المختلفه عشان التوقيت برضو ده يعني خلينا نقولها كده يعني. لأن هي كانت كده بصراحه، فلازم نوضحها. نادرا ما بتعدي نسخه من نسخ كاس العالم من غير ما يكون فيها النوع ده من اللغط. صحيح، لكن زياده في قطر، زياده قوي 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 يعني كلها يعني لسه كان بيقول لك مثلا في كاس العالم 2030 مرشح له ممكن تبقى مصر مع السعوديه مع اليونان ضد مش عارف مين، اسبانيا مع مين، او مجموعه من امريكا الجنوبيه. يعني بمناسبه ان بمرور 100 عام على المونديال، فكل الناس انا قريت التعليقات الاجنبيه كلها تعليقات المواطن العادي عند مصر والسعوديه، يجي يقول لك لا ليه، يقول لك يا عم عبل ما تيجي لمصر والسعوديه يمكن يلغوا الاحتفال بالهدف. عمالين يتريقوا يعني تريقه علينا تريقه علينا. والله فهم النظره دي موجوده عندهم. بس يعني اكيد بالنسبه لقطر، الجزء الشق اللي يخص قطر، اكيد قطر يعني عارفه كويس الكلام اللي بيتقال. بالظبط، وهتحسن الرد على الارض بشكل عام. المونديال اول ما يبتدي الالسنه دي هتسكت، لان التكلفه باينه قوي. يعني مثلا كل دوله بتكلف مثلا 16 مليار دولار، 11 ده هم 220 مليار دولار. مش اعلى تكلفه في تاريخ البطوله. ده حتى المنظمين بتوع الفيفا رايحين الدوحه ضيوف شرف، هم اللي هينظموا كل حاجه. انت تعالى استريح بس عشان تلعب اي حاجه. فكل حاجه من ايدي زيت، قطر هترهق من سياتي بعديها، حتى رغم اللي جاي بعديها. طب والله ده دي كلمه حلوه قوي، سترهق من سياتي بعديها. طبعا أيوة، عجبتني. يعني اللي جاي امريكا وكندا والمكسيك. يعني بنسبه 80% المباريات هتبقى في امريكا اكتر، وامريكا يعني امريكا حدث ولا حرج. ولكن برضو الامكانيات اللي عملتها قطر موضوع تاني خالص. خالص قطر هتبتدي، يمكن هيبقى في شويه زحمه شويه عشان قطر طبعا دوله صغيره، بس ده في دور المجموعات. يمكن من اول الدور الثاني العمليه هتخف وهتبقى فيها اكتر اريحيه، مع وجود بقى المنتخبات اللي هي ال 16 اللي موجودين بقى بشكل قوي. بقى بشكل عام يعني الانتقادات بصراحه اوفر شويه من 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 اوروبا تحديدا. الصحافه الانجليزيه طول الوقت عماله داخله في حوارات مالهاش علاقه بكره القدم. احنا هننزل نزور العمال، يا عم انت مالك، انت هنزل العب ماتش، انت جاي تلعب ماتش. يمكن حتى وزير الخارجيه استاذ محسن، موضوع العمال سؤالها افواره فيها في حتى وزير الخارجيه البريطاني طلع قال احنا لازم نحترم قانون الدوله او ثقافه الدوله اللي احنا رايحينها. انت ده طبيعي، هو ده الطبيعي. يعني في بعض التصريحات اللي كانت كده برضه من اللعيبه، سياح اجانب بيجوا عندنا مثلا يخشوا مثلا مسجد محمد علي ولا بتاع، بيلبسوا حاجه على راسهم الستات. يعني انت بتحترم بقى، يعني بتحترم. صحيح. فاحترم. صحيح. احترم الدوله يعني. طيب احنا اتكلمنا مع حضرتك عن المونديال وتطرقنا للمنتخب، ما تيجي بقى نطمن على النادي الاهلي ونشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات. احنا معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهتطلعنا على اخر المستجدات. صباح الفل عليك، اتفضلي.
يا صباح النصر والسعادة عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. قبل ما نبدأ فقرة أخبار النادي، طبعا حابة أبارك لملكات كرة السلة، سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بعد تتويجهم ببطولة الدوري المرتبط. يعني كلنا شاهدنا المباراة امبارح، عملوا مباراة كبيرة جدا، سواء نادين السلعاوي، ثريا، محمد، رنيم الجداوي وكل اللاعبات الحقيقة قدروا يحسموا المباراة بفارق 32 بوينت، ودي طبعا سكور كبير جدا. يعني ببارك لهم وببارك لكل الأهلاوية. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق عنده كان مران صباحي، بدأ الساعة 10 صباحا ويمكن مستمر حتى الآن. خلوني أكتر أكلمكم عن المران. كالعادة مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمران وكمان الخطوة المقبلة واللي بالتحديد هتبدأ طبعا في بطولة كاس مصر. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خليني أقول لكم إنه على هامش المران واصل اللاعب محمد عبد المنعم وعمار حمدي برنامجهم التأهيلي، طبعا نتمنى لهم بقى الشفاء العاجل وإن شاء الله يرجعوا يشاركوا في التدريبات الجماعية في أقرب وقت. خلونا كمان نكمل كلامنا عن كرة القدم وناشئين كرة القدم 2005. قدروا يحققوا فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0، ده كان ضمن الجولة 19 من بطولة الجمهورية. الحقيقة ان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم من ان المباراة كانت خارج ملعبهم لكن قدروا يسيطروا على المباراة، وزي ما قلت فازوا بهدفين دون رد. احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب معتز محمد واللاعب يوسف ايمن، وبكده يكون رفع بقى الفريق نقاطه ل 21 نقطة، متصدرين جدول الترتيب. والحقيقة ان هم عندهم مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم، وقمة ناشئين بطولة الجمهورية هتكون طبعا امام فريق الزمالك، بيستعدوا لها بشكل قوي جدا، عندنا ثقة كبيرة جدا ان شاء الله هيقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. رجال كرة السلة النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا في نصف نهائي بطولة الدوري المرتبط، هيواجهوا طبعا فريق الزمالك. المباراة هتكون على صالة برج العرب الساعة 5:30 مساء، ومباراة المرتبط هتكون الساعة 1 ظهرا. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يمكن كمان رجال كرة السلة وفريق المرتبط غدروا أمس للإسكندرية استعدادا لمباراة النهاردة، خاضوا مران أمس، هم خلاص بقى مستعدين بشكل كبير جدا لمباراة النهاردة. أكيد مباريات الزمالك بيكون ليها طابع خاص، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في دريم تيم رجال كرة السلة ان هم ان شاء الله يقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. النهاردة طبعا مباراة الذهاب، مباراة الإياب بقى ان شاء الله هتكون يوم الجمعة 12 نوفمبر، بنتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله يقدروا يحجزوا مقعد في المباراة النهائية للبطولة. كمان بقى خلونا دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة. ورجال كرة الطايرة امس بيحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري، عملوا مباراة كبيرة جدا. يعني طبعا هي كانت مذاعة على قناة النادي الأهلي، شفنا تألق كبير جدا من رجال الماسترز، قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-15، الشوط الثاني بنتيجة 25-14، والشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-22 عشان بقى يحسموا المباراة لصالحهم. مباراتهم القادمة هتكون يوم السبت القادم أمام فريق فاتروجيت. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كرة الطايرة، للنهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها الجهاز الفني للاعبات بعد مباراة الاتحاد السكندري. بدأوا بقى يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق 6 أكتوبر. مباراة هتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الشهداء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم حتى الآن محققين العلامة الكاملة، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. اخيرا بقى خلونا نروح لشباب كرة الطايرة 15 سنة اللي ايضا بيحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0، ده ضمن منافسات بطولة الدوري، هما كمان عملوا مباراة كبيرة جدا. يعني الحقيقة روح الفانيلا الحمراء بتكون دايما متواجدة في كل المباريات سواء الفرق الاولى وكمان الناشئين، يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. قبل بقى ما اختم كلامي طبعا بقول لأسطورة الكرة المصرية وطبعا رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، الحمد لله على السلامة بعد عودته من فرنسا، يعني رجع نور مصر طبعا مرة تانية. يعني دي كانت أخبارنا النهاردة طبعا معاكم، لو عندكم أي استفسارات والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. ما فيش أي استفسارات، في كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، والوقت بيطير بينا، الوقت يعني بيطير للأسف. أستاذ محسن نلم المونديال في دقيقة بقى. ايه رايك بقى؟ يعني
اكيد احنا طبعا على موعد مع المتعه، وان كنت انا متخوف من حاجه بس بسيطه. طوال 21 بطوله سابقه الدوله المستضيفه لم تخسر المباراه الافتتاح، يعني المباراه اول مباراه على ارضها، يعني 22 مباراه عدوا عمر في ال 21 بطوله عمرهم ما. فاتمنى قطر ان شاء الله ما تكسرش الرقم ده، وان ما فازتش على الاقل ما تخسرش من كل. حلوه النقطه دي، يعني اسفين بالمقاطعه طبعا، بس احنا لازم نطلع حالا فاصل، يا دوب نلحق نشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، وهنطلع فاصل. شكرا ليك يا استاذ محمود. شكرا جدا.